وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف السابع الإعدادي. مرحبا بكم في تكملة لدرسنا السابق. تكلمنا أيها الأحباب، أيها النجباء، في الدرس السابق عن الألعاب الأولمبية، وذكرنا نشأتها وكذلك لماذا سميت بهذا الاسم، وتطرقنا في الأخير عن مشاركة الأردن في هذه الألعاب الأولمبية. الآن أعزائي الطلاب، ننتقل إلى أسئلة الفهم والتحليل والاستيعاب. السؤال الأول: لما وضعت القوانين الرياضية؟ سؤال يطلب منا لماذا أن نوضح لماذا وضعت أو لما وضعت القوانين الرياضية؟ الجواب باختصار نقول: وضعت القوانين الرياضية لغرس الأخلاق والقيم الرياضية بين المتنافسين. إذن الجواب هو لغرس الأخلاق والقيم الرياضية بين المتنافسين. الطلب الثاني: سمي اثنتين من الرياضات التي تشملها كل من الدورتين الصيفية والشتوية. إذن في الألعاب الأولمبية، إذن في الصيفية نقول مثلا السباحة أو كرة القدم أو كرة السلة والكثير من الرياضات، إذن السباحة في الصيف. كذلك في الشتاء ممكن أن تقول هوكي الجليد أو التزلج على الجليد. الطلب الثالث: ما اسم اللجنة التي تختار الدولة المضيفة للألعاب الأولمبية؟ إذن ما اسم اللجنة التي تختار الدولة المضيفة للألعاب الأولمبية؟ نقول اسم اللجنة هي اللجنة الأولمبية الدولية. الطلب الرابع: وضح ما يترتب عمله على الدولة المضيفة للألعاب. نقول لاب أو تمويل الألعاب وتنظيمها، إذن يترتب عليها تمويل الألعاب وتنظيمها قبل 6 سنوات من موعد الدورة الأولمبية. إذن المطلوب من الدولة المضيفة تمويل الألعاب وتنظيمها كذلك قبل 6 سنوات، وكذلك كما قلت لكم تمويل الألعاب وتنظيمها قبل 6 سنوات من موعد الدورة الأولمبية. إذن وضح ما يترتب عمله على الدولة المضيفة للألعاب، نقول تمويل الألعاب وتنظيمها قبل 6 سنوات من موعد الألعاب الأولمبية. إذن الطلب الخامس: من رموز الألعاب الأولمبية العلم الأولمبي، صف هذا العلم، أي تصف لنا شكل هذا العلم. نقول هو علم يحتوي على 5 دوائر ملونة ومترابطة، وكل دائرة تمثل قارات العالم. إذن كل دائرة تمثل قارات العالم، إذن يحتوي على 5 دوائر ملونة ومترابطة، كل دائرة بلون وهي مترابطة، وكل دائرة تمثل قارات العالم الخمس. إلى ما يرمز العلم؟ نقول يرمز إلى تقوية الأواصر أو الروابط بين القارات، تقوية الأواصر بين القارات. السؤال السادس: اذكر 3 من مراسم حفل الافتتاح لدورة الألعاب الأولمبية. إذن اذكر 3 من مراسم حفل الافتتاح لدورة الألعاب الأولمبية. نقول بداية ممكن أن تقول عروض للفرق المشاركة، وممكن تقول قراءة القسم الأولمبي، كذلك إشعال المشعل الأولمبي، كذلك إطلاق سرب من الحمام. إذن هذه 3 أمور، وإمكانك أن تذكر كثير من هذه المراسم التي ذكرت في الدرس. سؤال السابع: على ما يدل كل مما يأتي؟ إطفاء المشعل في الحفل الختامي، إذن يدل أو يعتبر إعلانا لانتهاء الدورة الحالية. إذن يدل إطفاء المشعل في الحفل الختامي على انتهاء الدورة الحالية. مشاركة الأردن في الألعاب الأولمبية، بإمكانك أن تقول يدل على مستوى اللاعبين الأردنيين المتميز أو مكانة الأردن الرياضية العالمية. إذن مشاركة الأردن في الألعاب الأولمبية نقول يدل على مستوى اللاعبين الأردنيين المتميز
أو أن تقول يدل على مكانة الأردن الرياضية العالمية. الطلب الثامن، ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة. تقام الألعاب الأولمبية مرتين كل 5 سنوات. تقام الألعاب الأولمبية مرتين كل 5 سنوات. نقول أن هذا الجواب خطأ. لماذا؟ لأنها تقام كل 4 سنوات. إذن كل 4 سنوات تقام الألعاب الأولمبية، وهنا قال 5 سنوات، إذن هذا الإجابة خاطئة. اقتصرت الألعاب الأولمبية قديما على مسابقة العدو. هذا السؤال يحتمل أكثر من وجه. نقول فينا كانت بدايتها مقتصرة على العدو، لكن أضيفت لها كالمصارعة وركوب الخيل وغيرها قديما، وفي العصر الحديث أضيف لها كرة القدم، وأضيفت لها أيضا السباحة، وأضيفت لها كرة اليد وكثير من الألعاب الرياضية. إذن نقول هذه الإجابة خاطئة، لأنها كانت في القديم، بداية كانت في العدو، لكن العدو يعني هنا الجري أو الركض، وأيضا لكن أضيفت في نفس الفترة أضيفت لها المصارعة وركوب الخيل. إذن هنا الإجابة خاطئة، لم يقتصر فقط على الجري والركض. سميت الألعاب الأولمبية بهذا الاسم نسبة إلى مدينة أولمبيا في اليونان، وهي إجابة صحيحة، نسبة إلى مدينة أولمبيا في اليونان. عقدت الألعاب الأولمبية أول مرة في العصر الحديث في مدينة باريس، وأيضا هنا إجابة خاطئة لأنها كانت في مدينة أثينا، وأثينا هي عاصمة اليونان. إذن عقدت الألعاب الأولمبية أول مرة في العصر الحديث في مدينة أثينا وليس في مدينة باريس، إذن هنا الإجابة خاطئة. وضح بعض القيم الأخلاقية التي نتعلمها من الرياضة. التعاون والاحترام والانتظام. إذن التعاون والاحترام والانتظام، وهناك الكثير من القيم، يترك لك عزيز الطالب أن تكتب ما تشاء. وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من أسئلة الفهم والاستيعاب. ننتقل إلى قسم الكتابة. كيفية كتابة إن الشرطية بعد ما، وهنا تضغم تتحول من إن إلى ما. إذن إن إما إن الشرطية، حرف الشرط إن يحتاج إلى فعل الشرط وأيضا يحتاج إلى جواب، كأن نقول إن تدرس تنجح، ففعل الشرط الدراسة، فعل الشرط تدرس والجواب هنا تنجح. إذن إن هذه تكون إن شرطية، المدغم بما. فكيف تكتب إن ما؟ في هذه الحالة تدغم تصبح إما. الأمثلة على ذلك، قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نلاحظ عزيزي الطالب أن في هذه الآية جاءت إما مكونة من إن وما، إن وما، وبما أن إن هنا جاءت شرطية أضغمت فأصبحت إما. كذلك هنا إما تبتسم في وجه صديقك تزدد صداقة بينكما، إذن تزدد الصداقة بينكما. إن ما، إن ما تقدم ما تبتسم، إن زائد ما تبتسم في، لاحظ هنا لأنه فعل الشرط جاء مجزوما، هنا فعل الشرط جاء مجزوما، وإما هو كذلك هنا لاحظ الفعل جاء ساكنا. إذن إما تبتسم في وجه صديقك تزدد، إذن لاحظ فعل الشرط هنا تبتسم والجواب الشرط تزدد، يعني بابتسامتك يكون الجواب زيادة الصداقة بينكما. ولاحظ أن تزدد لم تأتي ساكنة، لماذا؟ نقول لأنه الأصل فيها أن تكون ساكنة، لكن بما أن جاء بعدها أل التعريف، وعند العرب لا يلتقي ساكنان، وهنا حرك بالكسر منع لالتقاء الساكنة.
التقاء الساكنين. لاحظ عزيزي الطالب، إما لاحظ بعدها جاء فعل مضارع، وهنا أيضا جاء فعل مضارع، وهنا إما يأتي، إما يأتمنك شقيقك سرا فلا تبح به، يعني عندما يؤمنك أخيك بسر فلا تتحدث به. إما لاحظ إما يأتمنك شقيقك سرا فلا تبح به. لاحظ يأتمنك هنا فعل الشرط، والجواب الشرط هنا تبح به، فلا تبح به. لاحظ عزيز الطالب أن إن إذا جاءت بعدها ما، إن ما تدغم وتصبح إما، لكن إن أن الشرطية. لاحظ الأمثلة السابقة، تجد كل منها قد بدأ بإما، وهي تتكون من كلمتين هما حرف الشرط إن وما، وقد أدغمتا معا في كلمة واحدة. إذا تدغم ما في حرف الشرط إن فتصبحان كلمة واحدة إما. هذا فقط للكتابة، كيف نستطيع أن نكتب إن وما تدغم تصبح إما، إن الشرطية وتصبح إما. ننتقل عزيزي الطالب إلى التدريبات. املأ كل فراغ في الجمل الآتية بما هو مناسب مما بين القوسين. الآن هنا تصفح وتلعب وتزدهر وتواظب وتجد، لدينا كلمات هنا عزيزي الطالب نضع في الفراغات. الآن إما تواظب بالسكون على التدريب تتقن المهارة، إما تقدير إن تواظب على التدريب تتقن المهارة، وهنا ما تكون زائدة إن وما، وتقدير الكلام إن تواظب على التدريب تتقن المهارة. إذا فعل الشرط هي تواظب، وجواب الشرط تتقن، فعل الشرط وجواب الشرط. وإن ما أصبحت إما تواظب على التدريب تتقن المهارة. كذلك إما ينشر العلم، إما ينشر العلم تزدهر البلاد، تقدير إن ينشر العلم، ولاحظ هنا حرك بالكسر عزيز الطالب لأن جاء بعده التعريف، والجواب هنا ينتشر وهنا أيضا تزدهر، عفوا هنا إما ينتشر العلم، إما ينتشر، قرأتها بشكل خاطئ، إما ينتشر العلم تزدهر البلاد، يعني بانتشار العلم يكون الازدهار في البلاد. إما قلنا متكونة من إن وما، ولماذا أدغمت؟ لأن إن جاءت هنا شر، إن جاءت هنا شرطية وجاء بعدها فعل الشرط، إذا وجواب الشرط هنا تزدهر أيضا جاء ساكنا، وهذه الكلمة هنا تزدهر، عفوا هنا عزيز الطالب تزدهر ليست بالسكون إنما بالكسر، لماذا؟ لما يجيء بعد التعريف بعدها منع الالتقاء الساكنين، إذا التقاء الساكنين. قال المعلم إما تفعل خيرا تجد ثناء، يعني إن تفعل خيرا، وما هنا زائدة، التقدير الكلام إن تفعل خيرا تجد ثناء، وهذا أمر طبيعي لا خلاف فيه. إذا إما تقدير الكلام إن وما تفعل الخير تجد ثناء، وأدغمت بكلمة واحدة وأصبحت إما. إما تلعب الكرة في الشارع تعرض نفسك للخطر، أيضا هنا جاءت العادي بالكسرة، لماذا؟ لأن جاء بعد التعريف، وهنا تلعب فعل الشرط وجواب الشرط، تعرض جواب الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط. ننتقل أعزائي الطلاب إلى السؤال الآخر، ميز إن الشرطية المدغمة بما من غيرها فيما يأتي. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا في سورة الإسراء، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذا جواب الشرط، لاحظوا هنا كلمة هنا إما، تقدير الكلام إن وما، وهنا إن جاءت شرطية، فعل الشرط تعرضن، وجواب الشرط فقل، وجواب الشرط فقل، وجواب الشرط أيضا فقل. أيضا هنا إما المثال الآخر، إما تسجل هدفا في المباراة يصفق لك الجمهور، وتقدير الكلام إن هنا ما زائدة،
إن تسجل هدفاً في المباراة يصفق لك الجمهور. إذا هنا جاءت الشرطية، لماذا؟ لأن فعل الشرط تسجل، وجاء هنا لاحظ السكون، وأيضا جواب الشرط يصفق. كذلك أما اليونان، ولاحظوا أما هنا جاءت أن وليست إن، لاحظ أما اليونان وجاء بعدها اسم وليس فعل للشرط هنا، لذلك هذه غير شرطية. كذا أما اليونان فهي مهد الألعاب الأولمبية. إذا أما هنا ليست شرطية، غير شرطية. كذلك إما تجتهد في درسك تحقق النجاح، إذا هنا فعل الشرط وجواب الشرط، فعل الشرط تجتهد والجواب ما هو؟ تحقق. إذا هذه إما شرطية. كذلك أما حسن الخلق، لاحظ بعد أما ماذا جاء؟ اسم وليس فعل، إذا هي غير شرطية. أما ولاحظ وليست إن إما أما، إذا لدينا شرطية ولدينا غير شرطية في المثال ب، عفوا شرطية في المثال ب، والمثال جيم غير شرطية، والمثال دال شرطية، والمثال هاء هي غير شرطية. أدغم إن شرطية فيما أوظف في ثلاث جمل من تعبيرك ثم اكتبها في دفترك. عزيزي الطالب هذه وظيفة، اكتبها في دفترك، وأتمنى أن تكتب الأجوبة بشكل صحيح. ننتقل عزيزي الطالب إلى التعبير. هذا التعبير يترك لك، يعتمد على الوصف والخيال. اكتب وصفا لمباراة رياضية شاركت فيها أو شاهدتها مستخدما الأساليب اللغوية المتنوعة مستعينا بما يأتي. يعني كثير منكم هو رياضي يلعب الكرة، اكتب لنا مباراة قمت بها أنت وزملائك في الصف أو في الحارة أو في أي مكان، واكتب تلك المجريات، لكن مستخدم الأساليب اللغوية المتنوعة ومستعين بما يأتي. اسم اللعبة وعدد اللاعبين المشاركين فيها، منكم من يحب كرة السلة، ومنكم من يحب كرة الطائرة، ومنكم من يحب الجري، ومنكم من يحب كمال الأجسام، ومنكم من يحب كرة القدم. اكتب اللعبة وقواعد هذه اللعبة من حيث عدد اللاعبين المشاركين فيها. كذلك الاستعداد للمباراة، كيف كانت الاستعداد للمباراة وحركة اللاعبين في الملعب، تصف حركة اللاعبين أيضا في الملعب وحال متابعي المباراة، يعني الجمهور الذي يتابع هذه المباراة صف كيف كان تشجيعه للمباراة، واللحظات الأخيرة في المباراة، وكذلك الرياضة تقود إلى التعارف والمحبة، وهذه أيضا معلومة جديدة ومعلومة حقيقية ومفيدة. بذلك أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، دمتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.